إذا أنا برد شوية شوي برد ورا وأبي أتكلم عن مسرحية 4-1، اوه شو قديم. تذكرك فيه؟ تذكرك بشيء؟ تذكرك بموقف؟ 4-1 سلم الله، ذكرني الله يرحمه الفنان قاسم الصالح. انا كنت مدير حركه في المسرحيه هذه، فماني ممثل فيها. بس انت ممثل في ذاك الوقت. ممثل في ذاك الوقت. بس المسرحيه هذه كنت ماسك الحركه. زين، اخراج الاستاذ احمد عبد الحليم الله يرحمه، كان مدرس في المعهد العالي في المسرحيه، واخرج لنا المسرحيه هذه، واخرج لنا اكثر مسرحيه، بس اقول لك هذه اول مسرحيه كان فيها المرحوم عبد الرحمن الضويحي الله يرحمه، احمد الصالح الله يرحمه، وكلهم الله يرحمهم ويطول العمر اللي بعد. فيها احمد مساعد الله يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر، ومجموعه جاسم الصالح في ليله من الليالي، وكانت ليله يمعه اتذكرها زين، لان صار الحدث ليله يمعة، وكان من ضمن الحضور في الصف الاول في المسرح كيفان اللي الحين اسمه مسرح التحرير. الفنان المرحوم الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا، والفنان سعد الفراي الله يعطيه الصحه وطولة العمر، حاضرين المسرحيه يشاهدون المسرحيه. انكسرت ريل جاسم الصالح على المسرح. اوف. هذا كان اول عرض ولا بالبروفات؟ لا لا، في العرض. بالعرض. في العرض قاعد اقول لك، وكانت ليله تيمعه، عرض ليله تيمعه، مشكله هذه، والفنان عبد الحسين والفنان سعد الفرح حاضرين المسرحيه. انكسرت ريل جاسم وعلى زوليه، يعني ما تقول مثلا لفت ريل عادي، توي نزل صعد طمر مكان ولا لا، اللفه مثل ما تفضلت الظاهر لفه غلط، معويه الريل شقله، المهم انكسرت ريل، صرخ مسكين ريل انكسرت قدام الناس، العالم قام طبعا مصعف صار. بس في بالمقابل شيء صار عبد الله، مسرح كيفان يمنا مستوصف كيفان. هو بيجاوب لك على السؤال. على طول جت الاسعاف شالته، انا تركب وياه بالاسعاف، كان يتلني عبد الرحمن ضويحي الله يرحمه. هني احنا نبي هذا، هني مربط الفرس. كان يتلني قال تعال دش مكانه، وين رايح؟ اوف والله العظيم، لانه خلاص شخصيه استحفظ تسوي. انا حافظ المسرحيه، والله العظيم حافظ المسرحيه، دشيت ولا شيء ولا كلمه حافظها طبعا، لان انا ما يعني ما كنت مهيئ ذيك الليله اني ادش امثل مكان واحد. ولا انت حافظها؟ حافظ المسرحيه نسيتها يا عبد الله، والله العظيم نسيتها. قام الله يرحمهم يعني الفنانين ويخلي الموجودين، هذا يتني مني وهذا يقول لي ايش فيك كلامك شيء قدام الناس، قامت تضحك. والله العظيم والله موقف حلو هذا. المهم المهم قزرنا الليله، يعني الجمهور مساكين، حتى يو من عقب العرض يو عندنا غرف الممثلين. نعم. في جاسم الصرح، قلنا لهم صار كذي كذي، ونقلوا الحين المستشفى. هذا والله فعلا احنا على طول من المسرح للمستشفى، فقالوا ما ادري شو، لان مسوي العمليه وتجبس وما ادري شنو، حالته حاله مسكين. المهم تم بالجبس حوالي 3 أشهر. 3 أشهر وانت ماسك الدور؟ لا خلاص، هذه على قولتهم فم السمكه شلون مسكت الدور على طول بطلاق. عقب مده طبعا دشيت عقبها الليله الثانيه، خلاص انا حافظ خلاص بعد. دورك صار. قمت اقوله، وتسجلت تلفزيونيا فيني انا مو في جاسم سبحان الله يرحمه. شو فخلاص هو طبعا احنا ما تمينا 3 أشهر انعرض، يمكن عقب الحادث هذا والله ما ادري، تمينا يمكن شهر اقل من شهر كذي، وانتهت يعني تصورها التلفزيون وهذا وها. فهذا حدث هذا. انا اللي بسالك يعني ايش معنى ركزت على 4-1 او مسرحيه 4-1؟ لان كنا قاعد نسولف مع الاعداد، قاعد نسولف عن الامور اللي صارت، اشياء ما تنسي، فطروا سالفة هذه 4-1. إذا أنا لازم أسأل، أشوف يذكر الموقف ولا ما يذكره؟ لا هذا موقف ما ينسي، يعني ما أعتقد أنه مو بس فرصة أنا، فرصة حلوة بعد هم كانت، يعني حتى لو واحد غيري ما أعتقد بينساه طبعا، لا يمكن تنساه. يعني حدث صار وانت جيت مكان ممثل وأنقذت مثلا الموقف اللي صار. صح فلا يمكن. طلال هذه في أي سنة؟ والله ما أدري بأي سنة، بس تقريبا أول الثمانينات. أول الثمانينات؟ إيه 82.